الرجال قوامون على النساء. كتير من الناس فاهمين معنى الآية دي غلط، وبيطبقوها من منظور تاني بعيد عن الشرع والدين، وبعيد تماما عن المفاهيم الصحيحة. بيترجموها إن القوامة على النساء يعني الزعيق والتحكم والضرب والإهانة، إن الست أقل درجة من الراجل، وإن الراجل يقدر يعمل اللي هو عايزه حتى لو غلط المجتمع هيسامحه، أما الست فلا، مهما عملت هي مش زي الراجل، وإن حق التعب والإشادة بالتعب بكل الراجل بس، لأن وفقا لمنظورهم إن الست درجة تانية ملهاش إلا بيتها وبس، ومهما عملت هتفضل أقل مرتبة من الرجالة اللي المفروض إن هم قوامين على النساء. القوامة هي الخدمة والمساعدة، مش دليل غلبة ولا دليل سلطة أبدا، ده دليل خدمة وتعاون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني أحسن واحد فيكم هو اللي يبقى خيره للدنيا كلها، لكن عند أهل بيته يبقى خيره أكتر بكتير. لو هذا الناس إيراد يهدي أهل بيته 24. وهو ده مفهوم القوامة، المساعدة والخدمة والتعاون، مش المرياسة ولا التسلط ولا النفوذ ولا التحكم. في حاجات لما بتتفهم غلط بتدمر حياتنا، وعلشان كده لما بنقول إن الزوج خادم لأهل بيته، ناس كتير بترد بإن ده بينقص من قيمة الراجل، لكن بالعكس هو ده صلب الرجولة وقوامها، إنك تكون سند وظهر وحنين على أهل بيتك، وإن صوت تكة المفتاح وإنت راجع للبيت يفرحهم ما يرعبهمش، يخليهم يتنططوا من الفرحة ما يدمعوش من الخوف، نفسيتهم تتحسن برجوعك وإنت جايب لهم كل اللي يفرحهم، مش داخل تسرق منهم فرحتهم وأمانهم وحبهم للدنيا وتعيشهم محبوسين جوا خوفهم. الست مش أقل درجة من الراجل، والراجل عليه واجبات تجاه زوجته، يشبعها حنية قبل الأكل، وأمان قبل الفلوس، وحب قبل التحكم، يشاركها الرأي والقرار، ويهيئ حياته كلها لإسعاد أهل بيته، ويكون همه الأول فرحتهم، ويكون دايما جنبهم راجل كتف في كتف، مش بالصوت العالي ولا الزعيق ولا إن الراجل، أنت الراجل علشان كده مفروض عليك تضلل على أهل بيتك، تكون قد المسؤولية اللي ربنا وضعها فيك وسماها القوامة. وبكررها تاني، سيدنا النبي قال إيه؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إحنا نزلنا الشارع علشان ناخد رأي الناس، تعالوا نشوف هم قالوا إيه. استنونا.